من اقل البوست اللي صارت فيهم ايفولكتي فيه بثلاثه نسخ حرست فيها شباك المنتخب في الكان الكل. فما زاده اسامي كبيره تعديت على تونس ممكن خلطوا عليهم جدودنا، مثلا في 1945 منوبي كان يلعب في السيابي وكان ما بين اول حراس المرمى متاع المنتخب بعد الاستقلال. حسين البز في السيابي زاده سيزون 1952 و1953 كان ليه اول ماتش اوفيسيال، وبعدها احترف في 57 في غاسين كلوب دو باري رغم اللي طوله كان 1.66 متر. اكاهو نزيد نسمي لكم من الاتوال محمود كامل من مستير منصف طبقه، مستير تونيزيان عبد الله ترابلسي اللي رغم اللي كان اكبر من عطوقه في العمر اما كان يعتبره ليدول متاعو وكان نقعدو نسميه الغدوه ما يوفاهوش. بما انه مازلنا كي خرجنا من الاجواء الافريقيه حبيت نفكركم باهم حراس مرمى تعداو في تاريخ الكاس. الحقيقه اخترت لكم ثلاثه بركه منهم باش ما تفدوش. بطبيعه الحال ونتخيل كلكم تعرفوا انه ما نجموش ما نحكيوش على الحضري. للناس اللي مازلت ما تعرفوش، هو حارس منتخب مصر اللي وصل شارك في الكان تا بينالتيات عام 2006 ضد الكوت ديفوار، يخلي ديدييه دروغبا يقول عليه افضل حارس واجهته في مسيرته. ثاني حارس اخترت نحكي لكم عليه اليوم هو اسطوره شباك منتخب الكاميرون توماس نكونو، الحارس المتحصل على زوز كؤوس افريقيه وصل لايطالي بوفون قال انه ولا جارديان بعد ما تفرج فيه يلعب. بادو زكي رابع افضل حارس مرمى في القرن العشرين في افريقيا حسب تصنيف الجامعه الدوليه لتاريخ واحصائيات كره القدم. اما احنا التوانسة بخلاف انه طلع لينا في البطولة ورينا هلال الشابة نتفكروه بونتو طارق الدين. وانت شكون احسن جارديان عندك في تاريخ تونس وفي اطار اعادة تهيئة المنتخب شكون الجارديان؟